حفي نشوء مياه الأمطار وتصريف السيول بمحافظة جدة بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس اللجنة الوزارية الفرعية واللجنة التنفيذية لمشروع مياه الأمطار وتصريف السيول. وقد استخدمت أحدث الحلول الهندسية وباستخدام التقنيات الحديثة، أخذين في الاعتبار موقع المحافظة الجغرافي، حيث تحدها من جهة الشرق سلسلة جبال تشكل 13 مكملا لتجمع المياه. ومن هذه الحلول إنشاء 5 سدود ترتبط بقنوات فرعية للتصريف والتحكم في تفريغ المياه إلى البحر تدريجيا وبأمان خلال 15 يوما، لحماية جدة من مياه الأمطار المنحدرة من سلسلة الجبال والمرتفعات الشرقية، ليصبح عدد السدود الواقعة شرق جدة 13 سدا كفيلة بمعالجة مكامن الخطر فيها بإذن الله. زيادة الطاقة الاستيعابية لقنوات مجاري السيول الرئيسة الثلاث القائمة في محافظة جدة الجنوبية الشمالية والشرقية لتحتمل كميات أكبر من مياه الأمطار. إنشاء قناة تصريف جديدة قناة المطار. ومن مشاريع الحلول الدائمة سد وادي غليل ومجرى سد القناة الجنوبية. يقع سد وادي غليل جنوب شرق محافظة جدة بطول يبلغ 1240 مترا وارتفاع يصل إلى 10 أمتار وبسعة تخزين مقدارها 1,000,000 متر مكعب. تتفرغ مياه السد إلى القناة الجنوبية بإعادة التأهيل للقناة مع إعادة تأهيل 10 جسور معبرة. مجرى سد القناة الشمالية. يبلغ طول القناة الشمالية 20 كيلومترا ممتدة بمحاذاة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز التحلية سابقا، وتصرف مياه الأمطار من سدي السامر وأم الخير. ويشمل نطاق العمل في هذه القناة تعزيز ساعتها الحالية بإضافة قناتين مغلقتين متوازيتين بطول 2 كيلومترين. سد وادي بريمان. سد جديد يقع شرق مطار الملك عبد العزيز الدولي بطول 190 مترا وارتفاع يبلغ 21 مترا مع سعة تخزين تصل إلى 6,000,000 متر مكعب، ويرتبط بقناة بريمان البالغ طولها 1,100 متر لتفرغ مياهه إلى القناة الشرقية. سد وادي دغبج. وهو سد جديد كذلك ويقع شرق مطار الملك عبد العزيز الدولي بطول 630 مترا وارتفاع 15 مترا بسعة تخزين مقدارها 5,000,000 متر مكعب، وتم ربطه بقناة طولها 4,580 مترا ستفرغ مياهه إلى القناة الشرقية.